هي ابو عامر شو شايب لك خبر تلو ذهب؟ شو الحكي؟ شو الخبر من تلو ذهب؟ اللي مظهر بيك يا ابو عامر. شو بو مظهر بيك؟ كان عنا اليوم بالكراكو وقعد حصه عند معلمي غازي افندي بالمكتب. تعرف ليش مشان صانع غريب. افهمت هاي. شو بده من غريب؟ ما بعرف، بس كان عم يتواصل عند معلمي مشان يطاروا لغريب بالحبس. شي مظهر بده يتواصل له ليطلع من الحبس؟ وغازي افندي شو عمل؟ طلعه؟ ما رضي معلمي طالعه، قال له ما بقدر طالعه من الحبس لحتى ماجد الفوال يسقط حقه بالدعوه. بري عليك يا غازي افندي. وانا مو بري عليك يا ابو عامر. لك انت الف بري عليك، انت اللي بتستاهل. سيك الله يكثر خيرك يا ابو عامر. الله يرزقك ريحه. الله يخلينا لك يا ابو عامر، كل عمرك كريم وخير. وانت بتستاهل. الله يخلينا اياك. بس ابو عامر الله يوفقك، ما بدي حدا يدرى انه انا قلت لك انه مظهر بيك كان عنا. لا يا وفي، انا ما بعرف شي سر منوم بيري غميم، وانت بتعرف. الله يخلينا اياك. عاوز شي؟ يا ميت اهلا وسهلا. يلا السلام عليكم. مع السلامه. هلا بس يقول ابن عمي حطوا العشاء بنحطوا دغري. ماشي.